السلام عليكم متابعين قناة كوريا لاند في مقطع جديد ومراجعة جديدة. اللي ما بيعرفني معاكم محمد العايد، ومراجعتنا لهذا اليوم عن آخر مسلسل أصلي كوري من شبكة نتفليكس، مسلسل ماي نيم. المراجعة راح تحتوي على حرق لأحداث الدراما، فإذا ما شفت المسلسل وقف المقطع، تابع المسلسل بعدين نرجع لنا وشاركنا بآرائك حول العمل. ومن دون أي تأخير خلينا نبدأ مراجعتنا لهذا اليوم. مسلسل ماي نيم من إنتاج سنة 2021 ومن بطولة كل من الممثلة هان سوهي، الممثل بارك هيسون، آهن بوهيون، كيم سانغ هو، والممثل لي هاك جو. الدراما من تصنيف الأكشن والجريمة والإثارة، وبتحكي عن رحلة الانتقام الدموية ليون جي وو من تمثيل الممثلة هان سوهي من قاتل أبوها. فبعد مقتل أبوها وهو عضو في عصابة للمخدرات، بيخفها صديق والدها تحت رعايته لمساعدتها في الانتقام من قاتل أبوها. اللي بيميز هذا المسلسل هو رتم الأحداث المجنون والمتصاعد خلال الثمان حلقات اللي راح تتابعها بالدراما، واللي رافقها في الرتم الأداء الباهر من الكاست، وتحديدا العمل كان قائم بشكل كبير على كل من هان سوهي بدور يون جي وو والممثل بارك هيسون بدور زعيم العصابة تشوي موجن. خليني أكون صريح وأقول إني تابعت عملين من بطولة هان سوهي وما كنت قادر أفهم الضجة الموجودة عليها، لكن في هذا العمل الأداء اللي قدمته كان إشي مختلف تماما. أداء رهيب جدا ممثلة في تسديد المشاعر والصراعات اللي كانت تعيشها يون جي وو. من ناحية أخرى قليل هما الممثلين اللي بيقدروا يفرضوا ظهورهم على الشاشة مثل ما سوى بارك هيسون بدور تشوي موجن. كاريزما عالية وأداء قوي في تسديد الشخصية، يعني هالة ما بتمزح الصراحة. وبصراحة لو ممثل ثاني أدى هاي الشخصية ممكن تطلع شخصية سطحية وما تطلع مثل ما أداها بارك هيسون. أداء لافت ورائع من بقية الكاست مثل آهن بوهيون، واللي على الرغم أن فرصته بالظهور كانت أقل من الاثنين قبل إلى أنه قدم أداء محترم. أداء قوي من المخضرم كيم سانغ هو اللي دائما أدواره ومستواه ثابت في كل أعماله. بالنسبة للقصة، فالمتابع أعمال عن الانتقام رح يعرف أن الفكرة العامة للمسلسل مكررة جداً ومستهلكة، والبلوت تويست متوقع. لكن على الرغم من هذا الاشي بالنسبة إلي تنفيذ الفكرة المكررة هاي كان ممتاز، ونسق ورتم أحداث القصة كان جنوني. وعادة الأعمال المبنية على هيك فكرة بتعتمد بشكل كبير على شخصيات الدراما اللي كتابتها وتسييدها بتخلي العمل يا إما نخب أول أو ثالث. هون خليني أحكي عن بناء الشخصيات اللي الكاتب خلاهم مش أشرار بمعنى الكلمة ولا أخيار بمعنى الكلمة، بالعكس شخصيات العمل معظمها كان عندهم مبرراتهم الشخصية لأفعالهم وقيمهم ومعتقداتهم الخاصة اللي بيؤمنوا فيها، سواء كنت أنت كمشاهد تتفق معهم أم لا. فعلى سبيل المثال لو تطلع على شخصية يون جي وو، شخصية تشوي موجن، شخصية رئيس فريق مكافحة المخدرات، كلهم الثلاث كانت أفعالهم بدافع الانتقام، كان عندهم أعمالهم كانت مبررة بالنسبة لهم. فجي وو كانت بدها تنتقم من قاتل أبوها، تشوي موجن انتقم من خيانة صديقه إله، ورئيس الفريق كان هدفه ينتقم من موت صديقه وشريكه. لذلك إذا بتشوف كل شخصية فيهم كان يشوف حاله هو الصح، والفعل اللي عمله كان مبرر بالنسبة له. من أفضل الأشياء في المسلسل هو مشاهد الأكشن الدموية وتصميمها اللي جدا كان متقن، وتحية كبيرة لنتفليكس على إدخالهم لهاي المشاهد الدموية اللي ما كانت شبكات البث الكورية تسمح بوجودها بالعمل. السينماتوغرافي، التصوير، الإضاءة والساوند تراك، كل هاي العناصر كانت تذكرني بأجواء مسلسل أصلي سابق من إنتاج نتفليكس أتوقع سنة 2019، واللي هو إكسترا كوريكولر أو ما يعرف باسم خارج المنهج. وطبعا إذا عرف السبب بطل العجب، وأنا عم بشيك على أسماء الكاست اكتشفت أنه إخراج العملين كان من نفس الشخص ومن نفس بصمة هذا المخرج اللي هو كيم جيم من. المسلسل مثل رحلة شخصية جي وو من مراهقة عادية لشخصية باردة بدون أي اهتمامات خارج إطار انتقامها، لحتى وصلنا لنهاية المسلسل ولدت جي وو سبب ثاني لحياتها وشخص ثاني تعتز فيه وتهتم فيه غير الانتقام. لكن خسارتها لهذا الإشي وهذا الشخص كانت الشحرة اللي قسمت ظهر البعير، واللي أدى لانهيارها وتهورها ومراهنتها لكل إشي في نهاية المسلسل.
التغيرات اللي واكبتها الشخصية رافقها أداء قوي من هان سوهي. حبيت التفاصيل اللي اشتغل فريق الانتاج فيه على بيتها، كيف خلوه فاضي من جوا كما لو انه فيش حدا بعيش فيه، كيف دائما كانت مسكرة شبابيك بيتها وكان مظلم دائما البيت من جوا. هاي التفاصيل تعكس الشخصية الباردة والفارغة لجيو. حبيت كيف انه بطلتنا مش هالشخصية السوبر هيرو اللي دائما بتفوز في قتالاتها، بالعكس تماما. في اكثر من مشهد وصلت فيه جيو للحافة وكانت على وشك الموت لولا التدخل والمساعدة من الشخصيات الثانية في العمل. كيف جسمها دائما معبى بالندوب والكدمات على عكس الابطال اللي بنشوفهم عادة في هذا التصنيف واللي بيكونوا انتاتشبل. وهذا الاشي اللي خلاني اشوف جيو كانسانة طبيعية ورفع ليفل التوتر عندي في المسلسل، على الرغم انه انا عارف انها البطلة ومش راح يصير عليها اي اشي، بس في نفس الوقت احنا ما بنعرف اذا راح تطلع سليمة او لا. حبيت كيف فرجونا خلال الحلقة الاولى التحول اللي خضعت له بطلتنا من انسانة عاجزة وضعيفة للانسانة القوية اللي شفناها في العمل، وكان الانتقال سلس ومقنع بالنسبة لي. نهاية العمل جدا عجبتني على الرغم انه في كثير مش راح تعجبهم، لكن عن نفسي فهي النهاية المنطقية الوحيدة اللي راح اقبل فيها، خصوصا عن عمل زي هيك بهاي الدموية والسوداوية. نهايات ديزني ابدا مش مقبولة ولازم يكون على الاقل في خسائر مع كل الصراعات والقتالات اللي بتصير. بالاضافة حبيت انها مش نهاية مفتوحة وكل اشي تفسر وما ظل اشي مش مفهوم. الاشي اللي بصراحة ما فهمته ومحتاج تفسروا لي اياه بالكومنتات اذا حدا عنده علم، هو ما دام ابو جيو كان يشتغل مع الشرطة ومع مكافحة المخدرات، ليش حطته مكافحة المخدرات ضمن قائمة المطلوب القبض عليهم؟ وليش بعد ما انكتل ما برأوا اسمه؟ اذا حدا عنده اجابة او رأي يا ريت يشاركها معنا بالكومنتات. المسلسل مكون من 8 حلقات تتراوح حلقاته ما بين 45 دقيقة والساعة. توصيتي للعمل جدا بنصح فيه، خصوصا اذا شفت فيلم نايت ان بارادايس او فيلم نيو وورلد وعجبك الفيلمين هذول، فانا متاكد انه هذا العمل هذا المسلسل راح يعجبك كثير. وعلى الرغم انها اعاده تقديم لفكره مستهلكه كثيره في قصه الانتقام، لكن تنفيذها وتقديمها كان جدا رائع وراح يكون تجربه جميله لك ورائعه. المسلسل غير صالح للمشاهده العائليه لاحتوائه على مشاهد دمويه، بالاضافه انه احتوى على مشهدين بلس 18. لهون بنكون وصلنا لنهاية مقطع مراجعة مسلسل اليوم، فإذا شفتوا الدراما اكتبوا لي آراءكم عنها، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم إشعار مع كل مقطع جديد نرفعه على القناة. ادعمونا بمشاركتك للمقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى اللقاء نلقاكم في مقطع جديد إن شاء الله.